في رشاي الفخار، القرية الصغيرة في جنوب لبنان، افتتح مدرج البلدة الرياضي لكرة القدم بتمويل من مبادرة عيش لبنان التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ساعد البلدية على استكمال المشروع تعزيزا لقيم العيش المشترك والتفاعل بين أبناء البلدة والبلدات المجاورة في المنطقة. الرياضة ركن أساسي لتقدم الشعوب وازدهارها، فمنذ القديم والإنسان يهتم بالرياضة لأنها تسهم في بناء الأجسام والعقول. يعاني الشباب اللبناني من الخدمات الإنمائية والتعليمية المحدودة وغياب أماكن الترفيه، مما يضعف من إمكانياتهم على مختلف الصعد. تم إطلاق مبادرة عيش لبنان التي تهدف إلى الربط ما بين المغترب اللبناني وعملية التنمية في كافة المناطق اللبنانية. إنني فخور جدا أن نساهم عبر UNDP برنامج عيش لبنان ببناء هذا الملعب لأبناء ضيعتي العزيزة، وأدعو جميع أهل الجنوب والقطاع الخاص لدعم برنامج عيش لبنان. ومع افتتاح الملعب الرياضي سيكون بإمكان مئات الشبان من مختلف الأعمار والخلفيات أن يقضوا وقتا أطول في قراهم ومناطقهم، مستفيدين من هذه المساحة الإيجابية في زمن لا استقرار.